وجزنا لآخر وأهم الأنباء نقدمه لحضراتكم من جريدة الدستور ويقرأه منذر الصالح. أهلا بكم. عاد جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أرض الوطن اليوم بعد أن شارك في قمة نداء كرايست تشيرش للتصدي للتطرف وخطاب الكراهية على الإنترنت التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن. زار سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم الخميس مشاغل مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير كادبي في منطقة ضليل، والذي يعنى بالبحث والتطوير لتوفير حلول مثلى في المجالات الدفاعية والتجارية للأردن بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. ناقشت اللجنة الإدارية النيابية استعدادات وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية من خلال دائرة الحج والعمرة لاستقبال موسم الحج للعام الحالي خلال الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب علي الحجاج وبحضور أمين عام وزارة الأوقاف المهندس عبدالله العبادي ومدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش ومدير شؤون الحج يوسف شبلي ومدير الموارد البشرية في الوزارة خالد الصغير. كثفت مؤسسة المواصفات والمقاييس جولاتها الرقابية على الأسواق بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك منعا للتلاعب بالأوزان والموازين والعبوات المعبأة مسبقا. حذر أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس علي الكوز المواطنين والمزارعين القاطنين بمحاذاة المواقع والمسطحات المائية والسدود وقناة الملك عبد الله الثاني من الاقتراب أو السباحة في هذه المواقع غير المخصصة للتنزه أو السباحة، خاصة مع الارتفاع الملحوظ على درجات الحرارة لما في ذلك من خطر كبير على حياتهم. اقتصاديا، ارتفعت أسعار النفط العالمية في السوق اليوم ولليوم الثالث على التوالي بفعل مخاوف من أن تؤدي التوترات الأمنية في منطقة الخليج العربي إلى تعطل إمدادات النفط. ويدعم ارتفاع الأسعار أيضا انخفاض وانتاج النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي وارتفاع الخام الأمريكي إلى مستوى 62 دولارا و6 سنتات للبرميل الواحد. أخيرا نصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث قالت دائرة الأرصاد الجوية إن تأثير الكتلة الحارة والجافة على المملكة ستتراجع اليوم وتنخفض درجات الحرارة قليلا لتصبح الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية وحارة في باقي المناطق مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية. الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. هذا والله أعلم. للمزيد من التفاصيل والاطلاع يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.addustur.com. في أمان الله.